حد ما معكم مع واتس كوكينج. اليوم عنا وصفة مع شيف كندي ياغي، أول مرة بنعملها بإلعي. صباح الخير. هاي ستيف، كيفك اليوم؟ كتير منيحة. وأنت؟ أنا كتير 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 منيحة. بتعملي شيء كتير طيب اليوم، أنا كتير بحبه. وهين هينة تنعمل وما بدنا ولا عجينة ولا شيء. كتير صعبة. لا اكشلي هينه، وما بدها ولا عجينه ولا بدها بس جد والمكونات يلي بنلاقيهم بثلاث ارباع البيوت، وما بدها كثير وقت كمان. ما قلنا شو؟ ايه بنعمل كعكه العصرونيه. اوكي. سو بدها شويه وقت البروسيدور، فخلينا نبلش. بس بدنا نخمرها وهيك صح؟ اكيد. اوكي. سو هلا رح نفسر كل شيء. انا عامله كل الستبس تنفرجي كل شيء. سو هون انا عندي طحين عده الاستعمالات، وطحين اسمر، طحين قمحه كامله. اها خلطتيهم مع بعض. خلطتهم مع بعضهم. اوكي. انا عارف ليه حطيتي قمحه كامله كمان؟ للطعمة وللهيدي التكستشير تبع الكعك الأوتنتيك، ما فينا نلاقيها غير ما نكون حاطين طحين. مزبوط. هيدي اللي بتعطيها الطعمة تبعها والتكستشير تبعها. سون خلطنا الطحين وال أكيد بدنا نشوف المقادير عنها. نوعين الطحين مزبوط. هون عندي ملح وعندي سكر رح أحطهم. وهون انا خلطت المي والحليب والخميره وحطينا شويه زيت. الخميره السريعه؟ الخميره الفوريه السريعه. في كذا نوع خميره بالسوق، بنلاقي الخميره يلي بتجي دراي اكتيف ييست يلي بتجي مبرومه، والخميره الفوريه يلي هيدي اللي عم نستعملها، يلي انا بفضل دائما نستعملها لانه ما بتعطي الافتر تيست تبع الخميره. اوكي. سو هون عم بخلطهم. اوكي. وهون انا خلطت الخميره مع الحليب مع المي والزيت، رح احطهم، رح اعمل هيك كرو بالنص ورح احطهم مثل ما انهم كلهم. هيني فوالا. هلا بالشوكه رح اخلط من النص لبرا، لكنت الطحين شرب كل السوائل. إذا طلعت كتير رخوة أو إذا طلعت كتير شديدة شو بنعمل؟ هلا إذا لحقن، إذا عملنا المقادير مثل ما هي ما رح تطلع ولا كتير رخوة ولا كتير شديدة. أوكي. بس دائما نتحكم، فينا نزيد يا شوية طحين يا فينا نزيد شوية مي. أوكي. بس بتخرب الخسات لأنه في كمية معينة من الخميرة، في كمية معينة من الزيت، هيدا كله بيأثر. لأنه في كاليتي كمان من الطحين، خاصة الطحين الأسمر. في منهم، أنا كتير بستعمل طحين أسمر بالبيت، حتى بس أعمل كيك وأعمل كوكيز وهيك. الكاليتيات الماركة بتفرق. أكيد بتفرق. يعني بدها، في منهم هيك بيشدوا كتير. أكيد. كل وحدة عندها أبسوربشن مية معينة. مزبوط. هلا الشيء 5% يلي بتفرق، 5% بالزيت 5% بالناقص، هيدا منا مشكله. أوكي. ابدا فينا نحن نتحكم فيهم، بنشوفها طريق، بنشوفها قاسي شوي فينا نزيد مي، بنشوفها رخوه فينا نزيد رشه طحين، مش مشكله. بس عاده نحن كثير بننغش بالعجين. ليه؟ لانه بس نخلط العجينه، شوف ستاف هلا التكستشر تبعي هيدا، اذا انا بس بخلطها بخليها ترتاح 5 دقائق حيطلع لنا مزبوط، لانه الطحين رح يشرب المي، رح يبلش الجلوتين ينفعل، وحيبلش يصير عندنا عجينه اطرى واهين نشتغل فيها. مشان هيك دائما افضل انه ننطر قبل ما نزيد سوائل. اذا حسيناها رخوه من الاول فينا نزيد شويه طحين، بس للسوائل افضل دائما ننطر. سو هون انا بس خلطتهم بالشوكه، رح بايدي بس ما حتى عم بعجنهم، بس عم بخلطهم مع بعضهم تا يكون كل الطحين والمي مخلوطين، وراح اخلطهم بس مع بعضهم وراح اتركهم على جنب. اكيد بدنا نلزقه على ايدنا، ما بنحط شوية طحين؟ لو حطينا طحين حيضلوا يلزقوا. اوكي. لانه بنية انت خبيرة الطحين وهيك. لا فينا نحط طحين على ايدينا، بس انه حتضلها تلزق.
لانه حيدوب الطحين. ايه عم بيسالنا اذا حطينا نقطة زيت. ليك فينا نحط نقطة زيت على ايدنا كمان بس تل بده لا بيضلون يلزقوه. اوكي. بلا. ما بيلزقوا بيلزقوا على ايدنا. بيضلون يلزقوه. بس اصلا اصلا الشغل بالعجين دائما بايدين نضاف نضلنا نغسل ايدينا. كثير مهم نشتغل بايدينا مش بالكفوف تنفهم العجينه اضرب بيلزقوا بيلزقوا اصلا الكفوف استعمال الكفوف كثير منيح بمحلات بس في كمان اوقات العالم بتحط كفوف وبتنسى حالها نحن حاطين كفوف فينا نكمل شغل مش يعني اذا حاطين كفوف لازم نغيرهم على كل مرحله سو مشان هيك افضل انه نستعمل ايدينا ونغسل ايدينا كل الكفوف وبيعملوا كل شيء بالكفوف مزبوط. نفس الكفوف صح بيغيرون سو هلا نحن هيك صارت العجينه تبعنا اوكي ما عجنتها بس خلطتها ببعضها حغطيها ونتركها على جنب هيدي ستاف انا هيدي انا اول ما وصلت يعني ثلث ساعه قبل ما اعمل هيدي نفس الطريقه عملت هيدي العجينه بس بدي فرجي الفرق بعشر دقايق قد ايه معقول العجينه تفرق فرجي على كاميرا بلال so. او بالتحميليه ليكي العجينه بعشر دقايق ليكي قد ايه فرقت صار عنا عجينه متماسكه انا مني بقى بحاجه اعجن بعطيها بس كم دور هيك وما حطيت حتى طحين على الطاوله ما حتى حطيت طحين على الطاوله لان هيدي عجينه منا عاليه بالادغاتاسيون منا عاليه بالمي بورسنتاج المي فيها وات السوائل اوكي شوفي انا رح ارجع اعمل هيدي الستب بعد مره واحده انا بس عم بعمل هيدي الستب بعد ربع ساعه عم تغنيني من العجن سو هيدي من ربع ساعه ليكي كيف بلشت مش البابلز بلشت العجينه تاخذ على بعضها بلشت تصير ميلسه هلا رح نتركها بعد شوي حنرجع نعمل لها زيت الشي دور واحد وحنشوف كيف بتفرق بعد فوالا ليك الفرق ديجا بين الاثنين بعشر دقائق هلا رح غطيهم لاثنيناتهم لازم نغطيهم اكيد لانه بتنشف اوكي بشو بنغطي؟ بشقفه دائما بشقفه فينا نحط كلينج فيلم على فينا نحط كلينج فيلم بس انا بفضل نغطيهم بشقفه نضيف بشقفه رطبه كمان رح ناخذ سوا وقفه مشاهدينا نرجع نتابع واتس كوكينج مع شيف كاندي نرجع مشاهدينا منتابع حلقتنا مع شيف كاندي ياغي اليوم عم نعمل الكعك العصروني مزبوط هلا شو عملنا؟ اخذنا الباتي اللي انت جايبتيها معك مزبوط انا الفرق بين العجينه اللي عملناها واللي جبتها معها انه بس هي مخمره يعني هيدي العجينه اللي عملناها بنعطيها بعد دور بعد ربع ساعه اوكي يعني انا خلطت المكونات مع بعضهم اوكي تركتها ترتاح للعجينه ربع ساعه رجعت شلتها عطيتها دور مثل انه بس ساعتها تكمش على بعضها رديتها بنرجع نعمل هيدي الستب بعد ربع ساعه ومن بعد هيدا بنخليها ترتاح لمده ساعه ونص ساعه ونص لساعتين بالبراد ولا برات برات البراد بالبراد البراد مزبوط لانه بس نحط العجينه بالبراد بنوقف الفيرمونتاسيون تتخمر العجينه بدها حراره بدها تكون روم تمبريتشر او بدها شويه حراره هلا في كثير حراره وين ما كان يعني سو اكيد برا بدها اقل من ساعه ونص يمكن بقى ايه فينا كمان نحن نشوف كيف فايدة لانه فرن وين ما كان فرن مزبوط كثير شو برا فنحن عجينتنا خمرناها من بعد ما خمرناها رح نقطعها على 6 ايكوال بارتس حيطلع لنا بهالكمية ست كعكات ست كعكات اوكي انا يلي عم بعمله هلا عم بعمل بول هلا الكعك عندها ثلاث ستبس تخمير عجينتنا تخمرت كلها من بعد ما تتخمر بنعمل بولات بدنا نريحهم شوي من بعد ما نريحهم بنرق بنحط السمسم وبنريح بعد قبل ما نخبزهم اوكي
هلا بالنسبه خصوص الخبز لازم نحن نكون محميين بس نوصل لعزتا بفرننا على درجه 190 180 دوغري وبده يكون الفرن حامي قبل بنص ساعه تقريبا لانه ما بينفخ انلس الفرن حامي مزبوط وبدنا نخبزهم لمده 5 لـ 8 دقائق حسب الفرن تبعنا ودائما نراقبهم. اذا تركناهم وقت زياده حيصير بتعرفي في عنا انواع كعكه، في الكعكه العصرونيه الطريه، في الكعك اللي فيه سمسم الاقسى بيحمس زياده بصير عنا الكعك المحمص. فينا نعمل الاثنين اكيد مش غلط، بس اذا بدنا الكعكه اللي عم نحكي عنها بدنا ننتبه على وقت الخبز. سو هلا منكملهم بعدين. فينا نفتح الفرن نشوف شو عم بيصير اذا فينا نفتح الفرن ولا ما في مش مثل الكيك لا ما لازم ما نفتح الفرن مزبوط وفينا نفتح الفرن واصلا انت رح تشوف انه اول دقيقتين لانه فاتت بمجرد ما فاتت على الفرن رح تاخذ الحماوه حتبلش تنفخ حتنفخ اوكي ده. سو نحن هلا لازم نريحها، هو المفروض نريحهم. الشكل بيأثر على الشكل بيأثر هلا بنحكي عنه. اوكي. سو هلا المفروض نريحهم بس كرمال تنسرع نقدر نفرجي كل الستبس رح بلش بال بتاخذ ساعتين ثلاثة أربعة يعني تنعمل ست كعكات. لا ما بتاخذ ساعتين ثلاثة أربعة من وقتك، أنت بتعملي العجينة بتنسيها بعدين بدك تكوني بالبيت مش ضروري. اوكي سؤال انا رقيتها بايدي. اوكي هون رح رق. لازم نتركها سميكه؟ هلا رح نحكي كمان عن السماكه، ما لازم تكون ولا رفيعه ولا سميكه، سمكتها كثير بتاثر، اذا كانت كثير رفيعه ما رح تفتح ما رح تنفخ، واذا كانت كثير سميكه ما حيكون عندنا الكوام اللي بدنا اياه. كلنا عم نتفرج عم نتعلم تكنيك اول مره. هلا هلا في طريقتين، فينا نحن نخلل الكعك مدور مدور اوكي، وفينا نحن كمان نعمل له رح نشوف كيف نعمل مسكه. سو استاذ شوفي انا تقريبا هيدي السماكه يلي خليتها اوكي، ما بدنا ننسى انه رح ترجع تتخمر ونحن بعد رح نرق مره ثانيه. هلا بس نوصل لهون يلي بنعمله بنحط العجينه تبعنا على ورقه بنحط مي على السخفاس اوكي بنجيب سمسم تيلزقوا مزبوط المي تيلزقوا وبعدين نحن حطينا شويه زيت بالعجينه، الزيت اللي حطيناه بالعجينه بتساعد تعطينا لون للعجينه كثير حلو. اوكي بنحط سمسم من كل الميلات مزبوط اكيد سمسم وكثير مهم نوع السمسم لانه العجينه هي طيبه بس اذا نوع السمسم مش طيب خلص نزعنا كل شيء. وكنت عم تساليني قبل عن السمسم لانه انا كمان بعاني كثير من هالموضوع، عاده بس جيب السمسم طيب الفلت بيكون لاقت رطوبه بيكون عنده طعمه مش كثير طيب. فافضل انه نجيب دائما السمسم بكياس سيلد مخلفين مسكرين. اوكي وكيف بتحمص السمسم؟ فينا نحمصه بالمقليه. اوكي بالفرن صعبه لانه كثير صغير، اذا في فرن مروحه بيطير وفينا نجيبه ايه سو فينا بالمقليه فينا بالاير فينا بس انه ما بتطلع ما بيطلع هوموجين التحميص تبعه. عنار خفيفه؟ عنار خفيفه ايه عنار خفيفه لانه دغري السمسم هو فيه كثير 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 زيت مزبوط. الطحينه معموله من السمسم، الطحينه هي عباره عن سمسم مطحون تيصير بيست كل الزيت تبعه بتصير طحينه. سو بس نحطها على النار بغير لونها كثير بسرعه. واو سو هون وصلنا لهون رح احط رشه طحين خفيفه وكثير مهم كمان بهالستب انه نرجع نرق شوي كرمال نلزق السمسم نفوت السمسم مزبوط بالعجينه.
هلا نحن فينا نتركها هيك اوكي، هي. وفينا كمان بكبايه بشو مكان بس نوصل للستاب رقيناها فوالا نعمل هيك وهيدي منكبها. لا ما منكبها بنحطها على جنب هيدي اطيب شيء هيدي. هيدي اول شيء بتتاكل فوالا. هيدي صارت الكعك تبعنا الشيف يلي بدنا اياه، بنعليها شوي كرمالتها تطلع جنن هيني اكيرت قريبه على هيني فوالا ذاتس ات. هلا بس نوصل لهون بنخلف بنسكرها وبنخليهم يتخمروا بعد لمده 10 ل 15 دقيقة بقماشة بشقفة نظيفة شوي رطبة منسكرها اوكي، بنخليهم يتخمروا بعد لشي ربع ساعة الأفضل. نحن بنكون محميين الفرن بهالوقت، بس الفرن يصير حامي فينا نفوته 190 درجة قبل بنص ساعة ايه لمدة بين الخمسة وثمان دقايق حسب الفرن تبعنا بدها تستوي بدها تستوي ورا جريت. هلا خلينا ارجع فرجي العجينه تبعنا من بعد هالوقت كيف صارت، بس تخسر دقيقه هيدي العجينه يلي عجناها شوي مزبوط اوكي يلي نحن عملناها فروم سكراتش بس بلشنا وصفتنا اليوم صح كثير لكن تقريبا الابيسور شي 3 4 سنتي صح؟ اقل 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 من قدام شوي اكثر من ايه. وكمان شغله وقتها لازم تجربيها، وقتها تجربيها حتنتبه على الشغله ماني اكيده انه اذا رح تنفخ هيدي ماني اكيده. سلطه امبارح جربتها طلعت كثير طيبه صراحه يعني شكرناكي على هالوصفه الطيبه امبارح عن جد. هيدي العجينه تبعنا بعد ربع ساعة شفت ستاف كيف بلشت تشرب وشفت كيف كان شكلها بالأول وكيف صار فوالا هيك بس بس هيك بنرجع بنريحها بعد وبنرجع هلا بنتركها. لا خلص هلا بنتركها لمدة ساعة ونص ساعة. شفت كيف بلشت تملس من فوق كيف ملست يعني ربع ساعة ساعة ونص مزبوط اوكي. رح ناخذ سوا بريك تفضلي كاتيا لندوق الكعكة بالتيستينج. شوفوا الريزلت كيف. واو شو حلو. عن جد. حلوة تعمليها بالبيت ايه كيف انعملت و... اكيد رح قص وحدة تنفرجي من جوا كيف بتطلع التكستشر تبعها. هلا بتكوني فاضية وراضية وبدك تتسلي يعني بس انه حلوة. هيدي حلوة نهار احد ايه بدل ما ترتاحي بزوم بكعجن بدهم يشغلونا كل يوم كاتيا فوالا. هيك بتكون التكستشر تبعها من جوا حلوة. فتحت فولي اعطيكم ملاقي على ال هيدي فينجر فود ايه زعتر ولبنه. ستيف بدك زعتر بدك لبنه كونفيتور رائعه قريبه للي معودين عليها وهينه اتيست نعرف شو فيها. انت كنت عم بتقول انه اكيد نضيف بالبيت غير مزبوط ما بتتاكل وين ما كان كثير 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 طيبه يعني هون النكهه جايه من من السمسم ايه سوري كثير كثير مهم اخذ هيك رح اخذها معك كثير مهم عن جد نوع السمسم لانه هي بتعمل نوع كل الفرق انه يكون ونوع طحين ايه ونوع السمسم ندوقه دائما قبل ما نحط لانه بتعمل كل الفرق اذا السمسم مطعم فينا نحمص كمان اكيد انا عملت رائع. كمان من كم يوم حمصناهم مع لبنه كثير طيبين مع حلوم مع كيوي مثل ما جايبه مع ماشي يعني عن جد شيء كثير 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 طيب ليش طيبه مش معقول عن جد ثانك يو. رح اكل شقفه مع مربى وجبنه ورح ليكي بوعدك رح جربها ايه مش اليوم بس لا مش اليوم بس يكون عندك وقت مزبوط
إيه؟ لانه ما بدها إيه ولا مكنه ولا عجن ولا شيء 100%. و طريقتها كثير هينه مزبوط، بس بتاخذ الستبس بياخذوا شويه وقت. صح، ذاتس ات. يعني ما فينا نحضرها عشيه ونخبزها الصبح؟ بلا، هيدا اخر سؤال. بلا، فينا نحضر العجينه قبل بنهار. نحن قلنا انه البراد بيوقف الفيرمونتاسيون، نحن فينا نعجن وبس تتخمر العجينه تبعنا فينا نخليها بالبراد لمده 24 ساعه. أوكي. بعدين نشيلها ونعمل هالبروسيدور يلي قد ايه بس نظهرها قد ايه وقت بنخليها دغري بالتهريه؟ دغري بتبلش الشغل فيها، لان مجرد ما تشتغل فيها اوكي، مجرد ما تشتغل فيها ونخبزهم الاحد الصبح اهيا هيك اكيد هونتي نعيشتها اكيد فازا ترويق الاحد عندي اكزاكتلي ثانك يو كاندي، بنشوفك الاسبوع الجاي ان الله راد. مشاهدينا انا برجع بشوفكم الخميس ان الله راد، ما تنسوا البسمه. باي باي.